عايشه وسط الناس. يمكن عشان انا عندي حلم عايزه اوصل له. صح، انا كمان كان عندي حلم، كان نفسي يبقى عندي مكتب ترجمه، وعشان كده دخلت الجامعه. لكن وجود احمد في حياتي خد وقت كبير قوي من عقلي وتفكيري. الحب والجواز. ولما حصلت المشاكل خدتني في حته تانيه خالص، بعيد. ولما رجعت لقيت مخي فاضي، ما فيهوش اي حاجه، لحد لما وصلت للي انا فيه ده. انت ليه دايما يا كماليا بتحلمي بحاجه وتجري ورا حاجه تانيه؟ ليه؟ انت لازم تخططي لحلمك يا كماليا. اللي انت فيه ده ما ينفعش، ما ينفعش تحلمي بحاجه وتبقي عايزه حاجه تانيه خالص.